السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله تعالى هنبدأ اللايف الأول للركبات المتحركة، في انتظار بس الناس تتجمع معانا عشان نبدأ إن شاء الله. النهاردة هنتكلم عن أهمية التركيبات المتحركة، ليه التخصص ده مهم بالنسبة لنا، ان هم يكرهوا هذا التخصص رغم اهميته. ودي فعلا يعني دي المصيبه الاكبر اللي موجوده عندنا في التخصص بتاعنا في طب الاسنان، ان عندنا اطباء بيعتبروا ان هذا التخصص غير مرغوب فيه او مكروه او ما بيحبوش يشتغلوه، مع انه الاعظم قيمه بالنسبه لنا وبالنسبه للمريض ذات نفسه، لان هو تخصص انساني في المقام الاول، لان هو كل ما زاد الجزء المفقود من جسم الانسان كل ما أسنان فتعويضه كان أكبر قيمة للمريض، وكل ما كان تعويضه أصعب. تمام؟ وده بيبدأ من حاجات بسيطة زي مثلا إن أنت مثلا المريض يبقى فقد جزء من السن بتاعه، فبتعمل له حشوة تجميلية ترجع له الشكل وترجع له الوظيفة. عندنا برضو قصة برضو بتاعتنا إحنا في التركيبات الثابتة، برضو بيبقى فقد المريض سنة واحدة مثلا أو سنتين على سبيل المثال، فأنت بترجع له الجزء المفقود الصغير ده عن طريق ان انت هتعمل له زراعه او هتعمل له تركيب ثابت. احنا عندنا في التركيبات المتحركه القصه بتبقى اصعب شويه، ويمكن هو ده اللي بيخلي المهمه اصعب على الطبيب، فبيبعد للاسف بعض الاطباء عن مجال التركيبات المتحركه. طيب للاسف في بعض وبيزعلنا جدا من القصه دي، ان نلاقي ان بعض التركيبات الثابته او في الحشو التجميلي او whatever اي تخصص تاني يقول لك ان ده تخصص هيموت مع الوقت، اللي هو تخصص التركيبات المتحركه. طبعا هم في قصور فكر شويه في هذه النقطه، لان هم بيقصروا التركيبات المتحركه او مجال الاستعاضه المتحركه على الاطقم الكامله والجزئيه العاديه خالص. تمام؟ هم ما يعرفوش ان مجال التركيبات المتحركه ده هو اصل طب الاسنان. ليه اصل علوم طب الاسنان؟ لان انا مجال الاطباق السني وجه عام كله اللي هو اللي بنسميه الاوكلوجن دوت بيتم تدريسه وبيتم بيبقى اكثر معرفه بيه، اللي هم اهل التركيبات المتحركه هم بيبقوا اكثر علما بمجال الاوكلوجن او الاطباق السني، وده مفيد في كل التخصصات بتاعه طب الاسنان. يعني انا ما ينفعش اعمل حشوه تجميليه من غير ما اكون عندي فكره عن مجال الاوكلوجن، ما ينفعش اعمل تركيب ثابت بدون ما يكون فكره عندي عن الاوكلوجن، ما ينفعش اعمل تركيب متحرك، ما ينفعش اعمل سيرجري ناجحه او سوجناستيك سيرجري او اعمل اي حاجه زي كده الا ما يكون عندي فكره كويسه، او اورسو او وات ايفر الا ما يكون عندي فكره عن مجال الاوكلوجن. ولا يتم تدريس مجال الاوكلوجن ده او الاطباق بعمق الا في حاله ايه؟ الا في حاله التركيبات المتحركة أو في قسم التركيبات المتحركة. فده جانب من الجوانب الأساسية الجميلة. نيجي نشوف مثلا مجال زي اللي طالع جديد ده زي بتاع السمايل ديزاين، ونلاقي الدكاترة كلهم تريندنج للقصة دي، وكله بيخش يتفرج على السمايل كورس، يخش ياخد سمايل ديزاين عشان يعمل اللامينيت فينيرز ويعمل القصص ديت اللي بتجيب قرشين حلوين وبتجيب فلوس حلوين، لأن الموضوع ده هو الموضة عندنا دلوقتي في طب الأسنان. بس المشكلة إن بيحصل بنلاقي معظم زمايلنا الحالات اللي بتجي لنا هنا ريفير اللي فيها اللامينتس واقعة أو اللامينتس مكسورة نتيجة إنه ما احترمش قصة الفانكشن بقى، قصة الشكل الجميل اللي أنت عملته ده، هل وظيفيا في بق المريض هيصمد ولا مش هيصمد؟ ده فايدة علم الأطباق. طيب هنرجع للنقطة الثانية، ليه الناس كرهت مجال التركيبات المتحركة؟ احنا النهاردة زي ما اتفقنا ده هيبقى يوم عام هنتكلم فيه، ده عشان ده اول لايف معانا، هنتكلم فيه عن قصة ليه الناس كرهت التركيبات وليه المفروض الناس تحبها. وبرضو لو حد ليه سؤال او حد ليه اي استفسار هبقى سعيد جدا ان شاء الله ان احنا نرد عليه النهاردة. وهيبقى فيه جزء بسيط كده هنتكلم عن اهمية التواصل الجيد ما بين دكتور الاسنان وما بين فني المعمل بتاعنا بتاع التركيبات، عشان ده انا بعتبره
تقريبا في حدود حوالي 50% من نسبة نجاح التركيبات بتاعتنا بتكمن في هذه القصة، ان احنا ازاي نتواصل وازاي يحصل تبادل او انتجريشن للداتا اللي الدنتست بيحصل عليها مع الداتا اللي المعمل بيحصل عليها. تمام؟ هنبدأ الأول في قصة مهمة جدا، الناس ليه كرهت أو بتكره التركيبات. يمكن أنا كنت واحد من المحظوظين، طبعا بيبقى في رول لعضو هيئة التدريس للأسف. في جامعة مصر سنة 2000 وأنا خريج 2003، كان معانا الدكتورة أمل القداح. الدكتورة أمل القداح دي يعني أعتقد إنها ظاهرة كونية لم تتكرر مرة أخرى. دي كفيلة إنها تحسسك أو في أي حاجة تقولها، وده كان سبب حبي فعلا في هذا المجال، إن أنا حسيت إن والدتي هي اللي واقفة قاعدة بتشرح لي تركيبات متحركة. القصة التانية هي قصة، لأن أنت بتقابل للأسف إن زي ما الكراهية والكره بيورث للطالب وهو بيتعلم، برضو نفس الكلام، برضو الحب ومحبة الشيء للطالب برضو سهل قوي إن عضو هيئة التدريس يمثلها له. وده النصيحة اللي إحنا بنوجهها لزمايلنا اللي بيدرسوا للطلبة، بنقول لهم خلي بالك، أنت ممكن بكلمة واحدة بس للطالب بتاعك أنت ممكن تطلع عالم وممكن تطلع فاشل بكلمة واحدة بس، يا إما تحبطه إحباط شديد وتحبطه إحباط تام فيكره العلم ويكره التعلم، وممكن ان انت تحوله لشخص ناجح وشخص وتحفزه ولو بكلمه صغيره. احنا ما ننساش كلمات التحفيزيه اللي اساتذتنا حفزوها لنا من واحنا صغيرين، وفي نفس الوقت برضو ما بننساش برضو الكلمات للاسف اللي كان فيها احباط من بعض الناس. يعني احنا نفتكر في موقف من المواقف، كنا قاعدين مثلا في سيكشن تركيبات متحركه، وكان بنعمل اللي هو الواكس باترن اللي انتوا عارفينه بتاع الديزاين بتاع. فكنت انا يومها كنت ناسي بصراحه اجيب اللي هو الريدي ميد بوكس باترن ده اللي هو بتاع الشمع، فاضطريت ان انا قلت انا مش هقعد بقى ساكت، انا لازم ان انا اعمل ديزاين زي زمايلي. فجبت اللي هو البينك واكس ده اللي هو الشمع اللي هو البيز بليت واكس بتاعنا العادي ده البينك، وجبت الكاست وعملت شكل المشابك وشكل الميجور كونكتور والماينور كونكتور والحاجات اللي زي كده، وعملت الديزاين بتاعي على الكاست بتاعي ووريته لمعيد كان موجود معانا في القسم. المعيد نهرني بشكل فظيع وقال لي ايه اللي انت عامله ده، ايه القرف ده، انت ما جبتش الشمع بتاعك ليه؟ قلت له حضرتك انا نسيته، بس ما حبيتش اقعد من غير بس ما اعمل اي حاجه في السكشن، يعني حبيت ان انا اعمل اي حاجه باي شكل وبتاع. قال لي لا، الشمع ده هيبوظ لك الديزاين ومش هينفع، والقصه دي هتبقى قصه مش مظبوطه، والشمع ده لما تيجي تعمل له بيرن اوت هيبوظ الفلاسك ومش عارف ايه وبتاع، والمهم ايه، سود لي الدنيا خالص. فالمهم انا بطبيعه الحال كنت عنادي شويه، فحبيت اخد راي حد تاني، فكانت الدكتوره امل موجوده معانا. انا قلت بقى انا هروح اشوف القصه دي اخبارها ايه. فرحت للدكتوره امل القداح انا ساعتها، والدكتوره امل بمجرد ما بصت على الديزاين قالت لي ايه اللي انت عامله ده. انا قلت بقى هتبدا بقى تديني هي كمان الدش الثاني بعد المعيد. فقالت لي انت عملت ده ازاي؟ قلت لها حضرتك انا جبت البنك واكس وشكلته وعملته وعملت بيه كلاسبات وعملت بيه كذا 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 ووصلنا للنتيجه دي. قالت لي اللي انت عملته ده تحفه، كل انك تطوع بيس بليت واكس ده بالشكل ده وتوصله للديزاين الرائع ده حاجه جميله جدا وحاجه رائعه جدا وبرافو عليك. ان طبعا الدكتوره امل دخلت واحنا بنجيب في ساعتها، فبندعي لها بكل الخير يا رب، لانها بصراحة يعني هي السبب في أي حاجة كويسة الواحد ممكن يوصلها، هي وأساتذتنا الرائعين اللي كانوا معانا في الكلية. فطبعا لما الاتيتيود ده، لما أنت يعني عملت حاجة كويسة، وإن الدكتور اللي هو المشرف عليك أو أستاذك، لما تلاقي أستاذ كبير يقول لك أنت سكيلد وموهوب وكذا وكذا وكذا، أنت في يوم من الأيام هتبقى حاجة كبيرة في مجال طب الأسنان، حتى لو أنت إمكانياتك متوسطة، ده بيديك الحافز ان انت تجيب امتياز كل سنه. وده فعلا اللي حصل عندي في مجال التركيبات المتحركه، كنت احب اذاكرها جدا، نتيجه ان انا كان كل اللي حواليا بيقولوا لي ان انت عندك سكيل معينه في مجال التركيبات المتحركه احبها وذاكرها. فده رول، ده الدور بتاع القصه دي، فده مهم جدا جدا. طبعا احنا عندنا مشكله في موضوع اعضاء التدريس في القصه دي، ان غالبا مجال التركيبات المتحركه بيبقى مجال مش مرغوب
التعيين، يعني بتلاقيه ان هو في اخر رغبات التعيين بتاعت الدكاتره، فغالبا اللي بيخشوا غالبا يعني الا من رحم يعني بيبقى مجموعه بسيطه بتختار، انا اعرفهم كويس من زمايلنا، بس هو طبعا بيخشهم مجموعه من الناس بيبقى هو مش حابب ان هو يتعين في مجال التركيبات، فبيبقى داخله على مضض، فهو غالبا بقى يعني بيبقى ايه مثلا ممكن بيطلع قرفه على الدكاتره شويه او على الشباب الصغيرين، فللاسف ده بينقل الكراهيه دي للايه للاجيال اللي بعد كده. حضرنا احنا حاجات شفوي كتير في سواء في الجامعات اللي احنا دخلنا درسنا فيها او كذا او كذا او كذا. قصه انك تشوف حاجه فاشله او شغل وحش لطالب انت بتدرس له، فتاكد انك جزء من هذا الفشل، دي حاجه مهمه جدا 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 لازم انت تتحمل مسؤوليتها قبل ما توجه كلمات النقد اللاذع للطالب اللي تحت ايدك او للدكتور اللي انت بتساعده في القصه دي. تاكد ان انت لازم ان انت عامل مساعد، انت درست له طول السنه، وقفت معاه في السكاشن، هو بقى كده ليه؟ احنا مهنتنا من رحمه ربنا، او تخصصنا من رحمه ربنا، هو ما هواش عباره عن موهبه وبس، ما هواش موهبه لازم كل اللي شغال فيه يبقى موهوب. لا، احنا عندنا في جزء بيعتمد على السكيلز، بيعتمد على التعليم والتعلم والتدريب. تمام؟ الجزء دوت مهم جدا جدا في انك ان انت ليك دور في انك بتوصل الطالب اللي قدامك ده للمرحله اللي هي يقدر ان هو في يوم من الايام يبقى طبيب اسنان ناجح. القصه اللي بنقولها لزمايلنا بقى بعيد عن الطلبه والقصص دي، بنقولها لزمايلنا دلوقتي، انت النهارده مع زياده اعداد زملاء وزياده اعداد اطباء الاسنان بقيت صعب جدا ان انت النهارده، والحالات قلت شويه وبقى في تنافس كبير جدا، صعب جدا انك يجي لك النهارده حاله للمريض تركيبات متحركه وتمشيه. على الاقل الحالات البسيطه اللي هي اللي مش محتاجه متخصص عشان يعملها، فتقدر ان انت بمنتهى البساطه ان انت تبدا ان انت تشتغلها بمساعده حد من المتخصصين، بحيث ان احنا نوصل لحاجه يعني، بحيث ان انت تزود يعني بدل ما المريض ده كان هيمشي او هتعمل له ريفير او تحط ايدك في شغل. النهارده دي طبعا من اول المرات اللي احنا نعمل فيها اللايف ده، فمعذره لو في اي مشاكل تقنيه في الصوت او في الصوره. هنحاول نعمل انتجريشن مع المحاضره بتاعتنا النهارده، هو احنا كان نفسنا بس لو في اي حد من الناس اللي موجودين من زمايلنا او من الطلبه اللي موجودين ان هو يبدا يسال اي سؤال نبدا نجاوب عليه قبل ما نخش في المحاضره مباشره. دكتور محمد الزهار ان شاء الله هنسيف الفيديو دكتور محمد تشوفه. دكتور احمد الله ينور عليك دكتور، شرف لينا يا جماعه والله ان انتم موجودين بتتابعونا النهارده. دكتور عمر ربنا يكرمها بجد، طبعا 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 دكتوره امل يعني، وطلعت جيل كامل بيحب التركيبات المتحركه، وانا دايما بقول للدكتوره امل كل ما بشوفها بقول لها يعني انا شايف ان هدفي الفتره الجايه ان انا اطلع، لو قدرت ان انا اطلع 100 نموذج من الدكتوره امل قدها الفتره الجايه يبقى الحمد لله قدرنا ان احنا نوصل. عنوان المحاضره يا دكتور عمر ما يطلبه المشاهدون، يعني احنا بنشوف النهارده لو في حد حابب يتكلم في مجال معين قبل ما نبدا، بس هو عنوان المحاضره اللي هو الدنتست لابوراتوري كوميونيكيشن، ازاي الطبيب يتعاون مع المعمل بشكل مثالي، ده طبعا في مجال التركيبات المتحركه، بحيث ان احنا نوصل لافضل نتيجه ممكنه في الشغل بتاعنا. ده عنوان المحاضره اللي احنا اخترناها النهارده ان شاء الله باذن الله. فهل حد من الساده الزملاء محتاج ان هو يسال في اي حاجه تخص مثلا شغل التركيبات المتحركه قبل ما نبدا، او عنده حاله مثلا يحب ان احنا نناقشها مع بعض او حاجه؟ طيب احنا لحد ما القصه ديت ان شاء الله باذن الله تعالى هتحصل، هنبدا ان احنا النهارده باذن الله نتشارك في قصه المحاضرة اللي احنا هنتكلم فيها النهارده. كان في قصة عن الميديا شيرنج هنا، كان حد قال لنا عليها ان احنا نقدر ان احنا نعرض الباوربوينت بتاعنا، بس مش عارف هل القصة هتنجح ولا لا، هنحاول ان احنا نفعلها حاليا ان احنا نعرض الباوربوينت اللي احنا هنشرح منه المحاضرة.
طبعا احنا منتظرين برضو استفساراتكم واسئلتكم عشان نجاوب عليها النهارده. طيب احنا النهارده يا دكاتره هنتكلم عن موضوع مهم جدا زي ما احنا قلنا، اللي هو الدنتس لابوراتوري كوميونيكيشن. الاوبجكتيفز بتاعتنا في المحاضره دي تو ايفالويت الايفكت اوف بروبر كوميونيكيشن بتوين البروسونتست اند لابوراتوري اون ذا سكسس اوف بروسونتك تريتمنت. ذا بروسونتست اند ذا لابوراتوري ار بلايرز وذين ذا سيم تيم. زي ما انتم عارفين النهارده احنا في كاس العالم، زي ما احنا بنشوف الماتشات بتاعتنا اللي احنا بنشوفها، بنشوف في الفريق بتاعنا، بنشوف في مهاجم خط هجوم، بنشوف في مدافعين، بنشوف في حراسه مرمى. دي غالبا يعني من خبرتنا في الكوره الفتره اللي فاتت بنقدر ان احنا نقول ان مفيش خط من هذه الخطوط قيمته بتقل عن الخطوط الثانيه. يعني ما ينفعش مثلا فريق زي فريق مصر مثلا على سبيل المثال من غير هجوم، فوضعنا زي ما انتم شايفين كده، يعني ما تحس ان احنا هجوميا اللعيبه بتوصل عند المرمى ما بتعرفش تعمل ايه، فبتضيع الكوره بقى، بتشوطها بره، بترجعها لورا تاني، واخد بالك؟ ده عامل بالظبط زي دكتور السنان اللي مش عارف يتواصل مع النجاح اللي بتوصله للنجاح الكبير بتاعه في الاخر. تمام. طيب عندنا القصة الثانية اللي احنا هنتكلم عنها اللي هي هنبدأ بيها الميثودز اوف كوميونيكيشن. ايه هي الميثودز عندنا اللي انا ممكن اعمل بيها كوميونيكيشن مع اللاب بتاعي؟ والله في حاجات بدائية، اول حاجات اللي هي القديمة اللي بتحصل ان بتلاقي المعمل بيديك، احنا طبعا مش هنعمل دعاية للمعمل بتاعنا، نجيب دعاية المعمل لحد من اصدقائنا النهارده مثلا على سبيل المثال، مثلا زي ما احنا شايفين كده، دي مثلا ده معمل مثلا دنتري، تمام، على سبيل المثال بيديك كوميونيكيشن شيت زي كده، او مثلا دوت بتاع مثلا مركز دنتري للاشعه مثلا على سبيل المثال، او اي حاجه، يعني بيديك فورمه معينه، الفورمه دي انت بتديله فيها داتا، تمام. الداتا ديت في حد من الدكاتره عايزين نتكلم في كذا حاجه على كذا لايف طبعا بالترتيب، طبعا احنا عارفين ان خطوات التركيبات المتحركه كبيره جدا، هنحاول ان احنا ناخد طلباتكم باذن الله، ونحاول ان احنا في المحاضرات او في اللايف اللي جاي نستعرضها محاضره محاضره باذن الله، وهنسايب برضو الفيديوز بحيث لو حد حابب ان هو باذن الله يلجا لها بعد كده ان شاء الله. القصه اللي احنا قلناها ان عندنا اول وسيله للتواصل اللي هي الكوميونيكيشن شيتس اللي زي كده، دي بنكتب فيها بعض البيانات اللي هي تخص اللي ممكن المعمل بيحتاجها، يعني مثلا على سبيل المثال بتكتب له نوع السبيشال تري اللي انت عايزها ايه، نوع الريكورد بلوك اللي انت عايزها، لون الاسنان مثلا على سبيل المثال، زي مثلا في التراي ان بتكتب له مثلا لو انت مثلا بتعمل بارشال دينشر بترسم له الديزاين بتاعك، بتكتب له لو في بعض النوتس مثلا على في ريليف ارياز معينه، في مثلا حاجات، في برضه الداتا اللي هي اللي المعمل بيبعتها لك، يعني مثلا لو انا بعمل سيرفينج وحابب ان انا انقل للدكتور الداتا اللي هي اللي تخص السيرفينج، ببدا برضه ان انا ابعتها له، بحيث ان احنا نعمل نقدر، يا ريت محاضره مختصره عن الدكتور محمود، يا ريت محاضره مختصره عن الار بي دي ديزاين فايتاليوم. حاضر باذن الله دكتور، ان شاء الله باذن الله تعالى كل ده هيتسجل وهنعرضه في القريب العاجل باذن الله تعالى. عندنا هنكمل تاني الميثودز اوف كوميونيكيشن. في حاجات طبعا بقى احدث ظهرت، طبعا في التليفون، ان انا اتصل بالتليفون واتواصل لازم مع فني المعمل او مدير المعمل اللي بيشتغل، بس طريقه التليفون ما هياش طريقه مفضله، لان المفروض الداتا اللي عندي تبقى ريجسترد، يعني تبقى متسجله. طب انا هسجلها ازاي؟ يا اما هسجلها عن طريق الشيتس زي كده، او عن طريق ان يبقى في وسيله للتواصل عبر الانترنت مثلا ما بين المعمل والعياده، وده بيبقى عن طريق ممكن موقع الكتروني مثلا بالنسبه للمعمل، او صفحه فيسبوك، او ايميل على سبيل المثال، ان انا ببعت الايميل بتاع المعمل طلباتي، بحيث ان انا الايميل ده انا مجرد ما بعته للمعمل يبقى انا هقدر ان انا احاسب المعمل على اي حاجه مش مظبوطه اتعملت، وفي نفس الوقت المعمل يقدر يحاسب الدكتور على اي حاجه
حصلت في الشغل، لان انا بيبقى عندي في حاجه مسجله بطلبات الدكتور للمعمل والداتا اللي جايه من المعمل للدكتور. فالداتا انتجريشن اللي بيحصل دي بيبقى فيه داتا فلو من المعمل للدكتور، وفي داتا فلو من الدكتور بتروح للمعمل. طيب في عندنا حاجات حديثه زي الموبايل ابس، ودي احنا بنستخدمها حاليا كلنا، اللي هي الواتساب مثلا والماسنجر والدروب بوكس والفايبر. ده مثلا على سبيل المثال لبعض زمايلنا اللي بيبقى عندهم الكات كامز مثلا موجوده جوه المعامل، بيبدا ان هو مثلا الدكتور بيبقى عنده السكانر الانترا اورال سكانر مثلا، بياخد للمريض صوره بتتحول على هيئه تيسيليشن فايل او اس تي ال فايل، ويبدا ان هو يبعته للمعمل بتاعه على الايميل، يبدا ان هو يعمل الكراون ممكن يوصل له في خلال ساعات ويقدر يسلمه وان داي ديليفري. دي من احد طرق الانتجريشن الموجوده الجديده اللي بتسهل القصه. طيب عندنا بعد ما شفنا الميثودز اوف كوميونيكيشن ودي اللي بيحددها المعمل مع الطبيب، يعني هنشوف بقى الايه امثله للكوميونيكيشن شيتس. الكوميونيكيشن شيت دي انا هنبدا نشرحها النهارده، ايه المفروض يكون موجود جوه الكوميونيكيشن شيت دي عشان خاطر يحصل تواصل جيد ما بينك وما بين المعمل. طيب افرض انا دلوقتي المعمل بتاعي ما عندوش الكوميونيكيشن شيت دي، انا ممكن انا اعملها انا كطبيب واديها للمعمل بتاعي واحطها زي في ظرف كده، وطول ما الشغل رايح جاي ما بيني وما بين المعمل ابدا ان انا دي حاجه بسيطه ولا بتكلف ولا محتاجه سوفت وير ولا حاجه، بس احنا هيبقى فيها بيزك داتا معينه احنا محتاجينها. احنا طبعا كنا نتمنى ان احنا ندخل الباوربوينت جوه المحاضره، بس احنا هنحاول قدر الامكان ان احنا نعمل ده المره الجايه. هنسال حد من التقنيين بتتعمل ازاي ونحاول ان احنا باذن الله نظبطها، بس هنشرح لكم حاليا دلوقتي بدون القصه ديت. تمام، ايه الحاجات اللي احنا محتاجين تبقى موجوده بدل المعلومات ما بيننا وما بين المعمل؟ تمام، اول حاجه محتاجين يبقى موجود عندنا اسمك انت كطبيب يبقى موجود على هذه الورقه. ليه؟ عشان احيانا كتير في بعض الزملاء بيبعتوا حالات للمعامل والاسم مش عليها، فممكن يحصل لخبطه ما بينها وما بين حاله دكتور تاني، فدي بتبقى مشكله، لان بعض الشغل ده بيجي للمعامل شحن وممكن تلاقي شغلك راح محافظه ثانيه، طبعا على ما يتعرف اراضيه فين وراح فين، دي مشكله. فلازم اسمك انت كطبيب يبقى موجود على الشغل بتاعك في خلال الشيت اللي احنا بنقول عليها دي. تمام، طيب تاني حاجه اسم المريض بتاعك لازم يبقى موجود. انت ممكن تبقى انت بتتعامل مع هذا المعمل في عشرات الحالات، تمام، فلو اسم المريض اتغير ممكن تيجي انت تدي انستراكشن للمريض للمعمل، تقول له انا عايز حاله المريض الفلاني هو ما عندوش اسامي، فهيبقى مش عارف الحاله دي بتاعت مين، فلازم يكون اسمك انت موجود، اسم المريض موجود، وبيانات المريض زي مثلا العمر بتاع المريض والجنس بتاع المريض هل هو ذكر او انثى، ويكون في كود انت مدي للحاله، كود خاص بيك او كود خاص بالمعمل او التو كودز موجود الحاله بتاعك. تمام، ودي الاكواد دي مهمه جدا في معرفه الايدنتيفيكيشن بتاعت الحالات وفي الحسابات برضو، بحيث ان ما يحصلش لخبطه في الحسابات، ان لما المعمل يجي يقول لك الكود الحاله رقم 61 دي حسابها 600 جنيه، يبقى انت عارف الحاله 61 دي بتاعت المريض الفلاني، ما يحصلش لخبطه ما بين الحالات او تكرر للحالات، يعني ممكن يحصل خطا ان الحالات تتكرر في مثلا الحسابات او في الحاجات اللي زي كده، فدي برضه حاجه مهمه جدا. تاني حاجه التاريخ، التاريخ اللي تبعت فيه الشغل لازم تأيده كويس عشان تقدر تحاسب المعمل تقول له الشغل بتاعي قعد بقاله عندك اسبوع اسبوعين، الشغل اتاخر، يبقى من التاريخ اللي انت بعت عليه الشغل، وبرضه التاريخ اللي انت تستلم بيه الشغل بتكتب القصه اللي هي بتاعت تاريخ استلام الخطوه برضه بيبقى موجود على الشيت بتاعتك. تمام، طيب هنبدا نشوف اول حاجه مثلا على سبيل المثال لو انا بعمل النهارده بعمل مثلا على سبيل المثال بعمل كومبليت او بارشال دينشر على سبيل المثال، فانا محتاج السبيشال تري بتاعتي. السبيشال تري مهم قوي ان انا احدد للمعمل التكنيك اللي انا عايز بيه السبيشال تري. انا عندي كذا نوع من انواع السبيشال تري، مثلا انا بعمل كومبليت دينشر على سبيل المثال، عندي لو انا بستخدم مثلا لو على حسب التكنيك اللي انا بستخدمه، لو انا بستخدم سيلكتيف بريشر كومبريشن تكنيك او بستخدم ميوكو كومبريسيف تكنيك، ده بيبقى ليه حاجه وده ليه حاجه ثانيه خالص. على حسب الامبريشن ماتيريال اللي انا بستخدمها، بلاش اسامي التكنيكس، ممكن تكون الناس
ناسياها، بس على حسب الامبريشن ماتيريال. يعني لو باخد رابر بيز ما ينفعش اخده في كلوز لفيتد، لازم اعمل له سبيسر واعمل له ستوبرز، فلازم اطلب ده من المعمل، اقول له انا هشتغل برابر بيز فاعمل لي سبيسرز وستوبرز. السبيسر بيبقى عباره عن شيت واكس اتليست بيتحط على الكاست اول اوفر شورت 2 ملم، وبيتعمل فيه 4 ستوبر، 2 في المولر اريا و2 في الكناين اريا او واحده في الميد لاين قدام، بحيث انه يضمن الايفن ثيكنس بتاعت الامبريشن ماتيريال، ويضمن ان الدايمنشن تشينجز تبقى اللي موجوده تبقى كلها واحده. انا شايف ما شاء الله الناس مركزه في المحاضره، فهنكمل، مفيش اسئله جديده النهارده، فهنكمل في الموضوع بتاعنا. اما الكلوزلي فيتد سبيشال تري، فده طبعا لو انا هاخد زنك اوكسيد اند ايجينول امبريشن، تمام، ده بعمل له كلوزلي فيتد. ده طبعا بعد ما بعمل ريليف للسنسيتيف ارياز اللي موجوده في الابر اند لوور كاست، لازم التاكد للمعمل على قصه الريليف، لان في للاسف معامل كتير بتنساها، بينتج عن كده بريشر على اماكن سنسيتيف او اماكن بتكون بروميننت، فدي بتعمل لنا مشاكل كتير. برضو مهم جدا ان انا اطلب الماتيريال بتاع السبيشال ترين. للاسف لسه في بعض زملائنا الفنيين بيعملوا قصه الشلك بيس بليت، ودي يعني الشلك بيس بليت دي من الحاجات اللي احنا ما نحبش انها عاده تتعمل تاني. مشكله الشلك بيس بليت ان هو مش دايمنشنال ستيبل، وان هو بمجرد ما بتعمله بيبقى شكله حلو جدا، وممكن يبقى جايب فاين ديتيلز، تحس ان انت خدت امبريشن للكاستمر، تمام، ومديك فاين ديتيلز جميله جدا، بس بمجرد ما يطلع من المعمل ويتمشى شويه في الشمس كده مع المندوب بتاع المعمل تلاقيه ساب الكاست وراح في حته ثانيه خالص. طبعا الجريمه الكبرى بقى بتبقى في البايت، يعني البايت بقى يعمل لك ان ايفن بيرنج، يعمل لك مشاكل في الفيرتيكال دايمنشن والسنتريك ريليشن، يبوظ لك كل اللي انت بتعمله، تمام. فخلينا بس احنا دلوقتي هنبقى يعني نجيلها في البايت، خلينا احنا دلوقتي خلاص بليت، ارجوكم ما عادش حد يستخدمها ثاني لانها مش دايمنشنال ستيبل. لو انا عملتها كلوز لفتت وحاولت ان انا اخد بيها زنك اوكسايد اند ايجينول وكانت كويسه معايا وكانت ستيبل وعندي تكييف في العياده والدنيا تمام، خدت انا الامبريشن من هنا على ما وديته للمعمل، برضو لقط الشمس ولقط حراره، ده الجو حار جدا اليومين دول، فهيبدا يحصل له دايمنشنال تشينجز، وهيبدا ان هو يتغير الابعاد بتاعته. هاجي انا اصبه طبعا هيديني كاست غير بق المريض تماما، تمام. فيفضل ان احنا نبعد تماما. لو المعمل جاب لك شيلك سبيشال تري، ده تعرف ان انت الغلطان مش هو، انت المفروض دورك كطبيب ان انت توجه المعمل، انا بشتغل بالماده الفلانيه، انا عايز سيلف كيور سبيشال تري، او عايز لايت كيور سبيشال تري، والاثنين موجودين. ميزه اللايت كيور عن السيلف كيور انها ما بتاخدش وقت، وان انت تقدر تجيب الجهاز بتاعها في عيادتك تعملها انت بنفسك. يعني قصه برضو ان الناس اللي ما عندهمش جبس في العيادات، يعني ما ينفعش ان انا النهارده اخد مقاس الجنين واسيبه 3 4 او 5 ساعات مثلا يتبعت يروح المعمل، ده كلام فاضي وكلام بيبوظ لي كل الشغل اللي انا بعمله، تمام، خصوصا لو انت تعبت على المقاس فعلا وعملت له واكس مولدنج كويس وعملت له شغل كويس وطلعت مقاس حلو، خساره ان انت تضيع القصه ديت عشان منورنا يا دكتور نائم، خساره ان انت تضيع القصه ديت عشان خاطر انت ما عندكش جبس في العياده تصب المقاس وتحافظ على الدايمنشن والاستابيليتي بتاعته، تمام. فارجوكم لازم يبقى كل واحد فينا عنده شويه جبس في العياده عشان خاطر صب المقاسات، ما تستناش وتقول لما الحاله تيجي، لان الحاله هتلاقي نفسك اضطر ان هو هيبوظ وانت هتبقى ضيعت وقت ووقتك ووقت المريض، وهتضطر للاسف ان انت تعيده تاني، او لو كبرت وما ضيعتوش وقلت ده سبيشال تري والقصه دي هتتصلح ان شاء الله في السبيشال تري، لا ما بتتصلحش. الغلط اللي احنا بنبدا بيه بيفضل ماشي معانا لحد التسليم يا جماعه. ما فيش حاجه اسمها غلط ان انا اعمله في البرايمري امبريشن واصلحه في السكندري امبريشن. يعني ده نوع من التواكل غير مطلوب. حاول دايما للمريض بتاعك اعتبر ان انت بتعملها لنفسك، بتعملها لوالدتك، بتعملها لوالدك، ابذل اقصى ما يمكن عمله في الحاله بحيث ان انت توصلها بشكل افضل ما يمكن، لان احنا بنحاسب المريض في الدنيا بس بناخد فلوس وبس، لا ده احنا كمان هيبقى في حساب في الاخر، ربنا هيسالك الخمس 6000 جنيه اللي انت خدتهم في الطقم دول هل انت تستحقهم ولا انت ما تستحقهمش، تمام. طيب ده بالنسبه لمساله
الماتيريالز. طب الماتيريالز عندنا قلنا خلاص السيلف كيور واللايف كيور. طيب في برضو عندنا نقطه، لو انا راجل بروفيشنال النهارده برودونتست وعندي سبيشال امبريشن تكنيك انا حابب ان انا استخدمه، على سبيل المثال عندي مثلا زي حالات، مثلا عندي حاله فلابي ريدج، عندي حاله فلات ريدج، تمام. الفلابي ريدج المعمل ما بيقدرش يعرفه، لان انت سعادتك لو عندك في انتيريو فلابي ريدج مثلا بيبقى دايما موجود موست كوملي في الانتيريو بارت بتاع الماكسيلا مثلا على سبيل المثال، فهو انت بمجرد ما بتصب المقاس حضرتك وبتديه للمعمل، المعمل بيوصل له الكاست كله هارد. طب هو هيعرف منين الحته اللي فيها الفلابي اريا؟ فدي حته انت لازم انت تعرفها كويس جدا جدا جدا، ولازم تقول له انا هنا انا محتاج مثلا اوبن ويندو سبيشال تراي، محتاج هنا الترا سبيسد سبيشال تراي في الحته اللي فيها الفلابي اريا، ولازم تحددها له في المقاس كويس عشان تبان عنده على الكاست يقدر يعمل التكنيك ده. فارجوكم اهتموا بالقصص دي واعملوا انترا اورال اكزامينيشن كويس جدا جدا للايدنشلس ارياز في بق العيان عشان ايدنتيفاي اللي بتبقى فلابي او الارياز اللي هي بتحتاج او بتحتاج تكنيك معين او ديفرنت ماتيريالز في ريجستريشن عشان خاطر نتلافى ريباوندنج افكت بتاع الاماكن دي اللي بيخلي الطقم ينطر من بق العيان بتاعه دي، عامله زي السوسته بتخلي الطقم ينطر من مكان والريتنشن بتاع الحاله يضيع، تمام. طيب فانا لازم اقول للمعمل بتاعي انا هنا انا محتاج التكنيك الفلاني ده عشان خاطر اطلع السبيشال تري، ده دورك انت كطبيب اسنان، تمام. طيب نيجي نشوف مثلا على سبيل المثال، طب افرض انا بعمل مثلا اوفر دينشر على اباطمنت تيس او على امبلانت، دي طبعا محتاجه معامل تكون متخصصه تعمل القصه ديت، والسبيشال تري تكنيك لازم اقول للمعمل عندي انا هنا محتاج مثلا لو في حاله الاوفر دينشر المثال، بقول للمعمل بتاعي انا هنا انا محتاج السبيشال تري بتاعتي تكون برفوريتد مثلا فوق الابارتمنت، بحيث ان انا مثلا اعمل بيك اب للدواء الاسمبلي مثلا اللي هيبقى موجود عندي، او على سبيل المثال انا عاملها سبيسد مثلا بحيث انها تقوم بنفس الوظيفه. برضو على حسب الامبريشن تكنيك بتاع الامبلانت بتاعي بطلب من المعمل ان هو يعمل لي السبيشال تري بتاعتي بالنسبه لحالات الاوفر دينشر، بس دي بتبقى محتاجه سكيل تكنيشن عشان يعملها لك بصوره كويسه تساعدك في الشغل ما تعطلكش. وانا واحد من الناس لحد النهارده برغم ان انا عندي اللاب بتاعي وعندي التكنيشنز اللي موجودين معايا في فريق العمل وهم مستواهم عالي جدا، الا اني بفضل ان انا اعمل السبيشال تري لحد النهارده والبايت بتاعتي بنفسي، بحيث ان انا باخدها مباشره احطها في بق المريض وما بيبقاش فيها اي مشاكل خالص على الاطلاق. فانا بحب اعمل بصراحه الحاجات دي لحد النهارده، بحب اعملها بنفسي بدون الاستعانه باي حد من الزملاء الفنيين. طيب نيجي نشوف الاوكلوزر رامز. الاوكلوزر رامز على سبيل المثال دي من الحاجات برضو المهمه، طبعا احنا قلنا هنبعد عن الشلك تماما. الشلك مشكلته بقى في الاوكلوزر رامز اصعب واضل بكتير. دكتور عمر، هل في طريقة إن أقدر أعلم المعمل على الحاجات اللي أنا عاوزها زي ألم الكوبيا؟ أيوة في يا دكتور، تقدر إن أنت تعمل القصة دي. في حاجة الألم الكوبيا موجود في بعض المكاتب، مفيش فيه أي مشكلة خالص، ده أنت بتجيبه وبتعلم على المنطقة الفلابي في فم المريض الأول. في بعض الشركات زي شركة بوش على سبيل المثال منزلة حاجة اسمها انديربل تيب، الانديربل تيب ماركر دي بتحطها بتبقى بمجرد ما بتتبل بالصلايبة بتاعت المريض بتقدر ان انت تحدد بيها المنطقة الفلابي في بق المريض مباشرة، مجرد ما تاخد الامبريشن بتاعك اللي هو الالجينيت امبريشن مثلا البرايمري امبريشن على سبيل المثال، بيعلم في الفيتنج سيرفيس بتاع الامبريشن في نفس المنطقة بالظبط اللي انت بحيث ان انت لما تيجي تصب الكاست بتلاقي الكاست هو كمان متعلم عليه الاريا اللي فيها الفلابي تشو، تمام. فالمنطقه دي يعني موجوده وسهل ان احنا موجوده، ما لقيتش الانديربل تاب دي اقدر ان انا من شركه بوش موجوده تقريبا عند شركه البدر او حاجه زي كده، فاقدر ان انا ممكن ان انا استعيد عنها باللي هو الالم الكوبيا زي ما انت قلت كده، ده ممكن يجي من مكتبات عادي او ما فيش فيه اي مشكله. في بعض زميلاتنا كانوا قالوا بقى انا ما جربتهاش بصراحه، بس قالوا ان الالم الكحلي بيعمل نفس الوظيفه،
آلة اللي هو القلم اللي هو اللي بيحددوا بيه الحاجات بتاعت ايه الميك اب والحاجات اللي زي كده، ايه ده من التحديد. تمام. طيب خلونا بعد كده نخش على قلنا الشيلك بيس بليت ليه ما ينفعش ان احنا بنستخدمها في البايت ريجستريشن. نتيجه ان برضه نفس الكلام، قلنا انها نوت دايمنشنال ستيبل، بيحصل لها رابتش، فبتبدا انها تعمل تغير في الفيرتيكال دايمنشن، بتبدا انها تغير في السنتريك ريليشن، خصوصا بعد ما انت تخلص البايت وتبعتها للمعمل. قصه ان المعمل بقى، ودي للاسف برضه بيعملوها زمايلنا الفنيين، ان هو يجيب البايت ويبدا ان هو يسخنها تاني عشان يرجعها للوضع الاصلي. طبعا ده كلام فاضي كله، وده بيغير في الفيرتيكال والسنتريك ريليشن اللي انت واخدها، وبيغير في انت بقى تعمل التراي ان تلاقي منظر تاني خالص غير اللي انت واخده، لا في لا سنتريك ريليشن مظبوط ولا في فيرتيكال دايمنشن مظبوط. ده نتيجه ان انت استخدمت تمبري دنشر بيس ما هياش دايمنشنال ستيبل. فدي مهمه جدا ان احنا نبعد عن الشيلد بيس بليت في البايت بارت. تمام. عندنا برضو التو اوبشنز المتاحين، اللي هو السيلف كيور اكريليك في البايت، وعندنا اللايت كيور اكريليك ريزن في البايت. برضو مستر اللايت كيور انها بتبقى مور رابد، وتقدر ان انت تبقى زي الصلصال. احنا كنا عملنا فيديوهات قبل كده عن الديمونستريشن ازاي ان احنا نقدر ان احنا نعملها بمنتهى السهوله، وبنعمل لها كاتنج زي كانها بنلعب بصلصال بالظبط. تمام. فحاجه لا فيها مونومر ولا فيها ريحه وحشه ولا بتاخد وقت، وجهاز لايت كيور يونت بسيط كده يو في لايت، بتحطها في قلب البوكس، جهاز قلب البوكس كده، وتسيبه يتعمل له كيورنج لمده 3 دقائق. في خلال بالظبط 10 دقائق من بدايه الشغل لنهايه الشغل بيكون انت مخلص السبيشال تراي بتاعتك او البايت بتاعتك، وتبدا ان انت تستخدمها للمريض تاني. فانت الطريقه دي ميزتها ان انت اولا بتوفر تكلفه السبيشال تراي والبايت في المعمل. تكلفه الشيت بتبقى حوالي 20 جنيه، ما هوش غالي. تكلفه السبيشال تراي في المعمل حاليا دلوقتي او البايت في حدود حوالي من 50 ل 75 جنيه في معظم المعامل. فانت هتوفر، هتعمل حاجه مور اكيوريت، هتتاكد ان انت عملتها بنفسك بشكل كويس، تقدر ان انت تستخدمها بمنتهى السهوله، بحيث ان انت تدي ريتنشن كويس. لان من احد اول خطوه بنعملها، ومن اهم الحاجات في المثال، ان احنا بنعمل تشيكينج للاكستنشن والريتنشن والاستابيليتي وفوكلوزر رام، وزود ريتنشن اند ستابيليتي وفوكلوزر رامز، يبقى انا بحصل على علاقه غلط تمام. فمهم جدا عندي ان يبقى في عندي ريتنشن وستابيليتي، ودي انا بتحقق منها بنفسي، ان انا اللي بعمل ادابتيشن للكاست، واخلي بالي من الحتة اللي فيها سيفير اندر كاتس، لازم اعمل لها بلوكينج اوت ويز واكس قبل ما ايه، قبل ما احط السيلف كيور او اللايت كيور اكريليك، بحيث ان ايه، ان وانا بعد ما يحصل سيتنج للماتيريال وبشدها ما يحصلش فراكشر للكاست بتاعي، لان ده الماستر كاست اللي هخلص عليه، او سكراتش او وات ايفر، لان ده الكاست اللي انا المفروض هخلص عليه الشغل النهائي بتاعي. تمام. طيب نيجي نشوف برضو، لو انا راجل بروفيشنال وبورسودونتست وبشتغل تكنيك معين في جو ريليشن، زي مثلا هشتغل فانكشنال جو ريليشن مثلا على سبيل المثال، هعمل شيء وان تكنيك، لازم الحاجات دي بتكون محتاجه سكيلد تكنيشن بكون بتعامل معاه، وبشرح له التكنيك اللي انا عايزها دي عباره عن ايه وعامله ازاي، بحيث ان انا اوصل في الاخر ل الشغل اللي انا محتاجه فعلا من الفني عندي. طبعا الشي وان مثلا على سبيل المثال عندنا، اللي هو الشي وان تكنيك دي بتبقى عباره عن كومباوند وكلوزر رام. كلوزر رام بتتعمل من الكومباوند بروبر فيرتيكال دايمنشن، بتعمل فيها زي نوع من البلاستر اند بامس كده، وبخلي المريض هو اللي يرسم الكيرفز بتاعت الاوكلوجن كلها ات بروبر فيرتيكال دايمنشن. وهنا في الحاله دي ببقى انا حصلت على كل الكومبنساتوري كيرفز بتاعته اللي انا اقدر ارص عليها بشكل محترم. بس دي نقطه يعني مور بروفيشنال شويه بالنسبه لزمايلنا في الدراسات العليا بيشتغلوا عليها، دي مش هنتطرق ليها قوي. بس انا اقصد ان انا لو في عندي حاجه زي كده مور بروفيشنال، لازم ان انا استشير فيها المعمل. طيب نخش على حاجه من الخطوات برضو اللي مهمه قوي. احنا اتكلمنا عن الاوكلوزر رامز، ان احنا نتكلم عن البارشال دينشر ديزاين. كان الدكتور من زمايلنا دلوقتي كان عايز نسأل ايه الحاجات اللي انا مهمه اللي انا حددها للمعمل بتاعي واحنا بنعمل ديزاين. اولا انت كطبيب اسنان النهارده
بتعمل بارشال دينشر ديزاين. مشكلتنا يا جماعه الناس اللي هي ناسيه ومحرضه تقرا او مش عايزه تقرا، ارجوك ابدا هات في ملزمه صغيره كده بتتباع قدام كليه طب اسنان، الملزمه الصغيره دي هاتها واقراها تاني بعد اذنك، اللي هي اللي بتحدد البارشال دينشر ديزاين. مش هقول لك اقرا كتب ولا تكست بوك ولا الكلام ده، ده لو انت حابب بقى ان انت غاوي الموضوع ابدا هاتها، بس في ملزمه حوالي 12 صفحه او 15 صفحه اسمها بارشال دينشر ديزاين، بعد اذنك هاتها تاني. بمجرد ما هتقراها مش هتاخد منك ساعه زمن او ساعتين زمن، تمام؟ او اتصل بالدكتور محمود رمضان لمده نص ساعه يشرح لك القصه اخبارها ايه في التليفون، ولو انت من النوع اللي بيحب يكبر دماغه وما بيحبش يقرا اصلا، تمام؟ فيعني المهم يعني اللي انا اقصده ان انت ما تخليش فني المعمل يعمل لك الديزاين، ارجوك. احنا زي ما احنا قلنا ان الطبيب الاسنان والفني هما الاثنين لعيبه في فريق، بس المفروض الدكتور السنان هو الكوتش بتاع الفريق، هو المدير الفني. فالمدير الفني بتاع هذا الفريق هو اللي ليه الابر هاند على التيم بتاعه، ما ينفعش ان انا ادي النهارده اكلم الفني واقول له بعد اذنك ارسم لي الديزاين بتاع الحاجه، لا ما ينفعش. ما ينفعش ان انا النهارده بعد ما خلصت الطقم اكلم الفني اقول له بعد اذنك تعالى رسيلي الحاله فوق المعيله، انا مش عارف. لا، يعني احنا لو وصلنا لهذه المرحله دي من الحالات القليله اللي انا بقول للدكتور انت كده بتضر نفسك وبتضر زمايلك اكتر ما كنت. ففي الحاله دي بقول لك لا ما تشتغلش تركيبات متحركه. يعني الفني عنده دوره الرائع والجميل والمهم اللي يقوم بيه، فارجوكم مش عايزين ان احنا عشان جهل مننا او عدم معرفه ان احنا نخلي زميلنا الفني يقوم بدور هو ذات نفسه ما بيحبش ده وبيعملها على مضض. على فكره ايديهم في بق العيانين بيبقوا بيعملوا الكلام ده على مضض عشان خاطر الدكتور بيبقى لو ما عملش كده الفني مش هيدفع له الحساب او مش كده يعني، تمام؟ طيب النهارده الديزاين بتاعي على سبيل المثال في حاجات معينه المعمل ما يعرفهاش، المعمل لازم انت تحدد له. على سبيل المثال عندي حاجه في الديزاين اسمها الابارتمنت تيس او البرايمري ابارتمنتس، في حاجه اسمها سكندري ابارتمنتس، تمام؟ البرايمري ابارتمنتس دي هي اللي هي الابارتمنتس اللي هي اللي بيبقى عليها الفالكرام لاين او اللي بتشيل اللو الرئيسي بتاع الفريم ورك بتاعي بتاع الحاجه، تمام؟ دي انا لازم احددها للمعمل ولازم احددها في الديزاين عشان خاطر دي من الحاجات المهمه اللي هتفرق معايا في الديزاين بتاعي. مهم قوي ان انا اعرف ابقى عارف اقيس الجريد اوف موبيليتي واعرف، شكرا يا دكتور سيد بارك الله فيك. مهم قوي ان انا اعرف المعمل الجريد اوف موبيليتي بتاعت السنان اللي موجوده عندي، تمام؟ عندي جريد دي بتنقسم من اول جريد 1 لحد جريد 4، تمام؟ طبعا الجريد اوف موبيليتي دي بتفرق معايا في الديزاين بشكل كبير جدا، لان كل ما زادت الموبيليتي بتاعت السنه كل ما تحولت الى ابارتمنت ممكن تتحول لنون ابارتمنت توكس اساسا، او ان انا اعمل لها اكسكلوجن خالص من الديزاين بتاعي نتيجه ان انا اعتبرتها هوبليس او حالتها او الكونديشن بتاعتها ما تسمحش انها تكمل او ان انا استفيد بيها في الديزاين بتاعي، تمام؟ فمهم جدا ان انا احدد الموبيليتي بتاعه السنان كلها اللي باقيه في القرش بتاعي واكتبها في الشيت اللي احنا قلنا عليه، بحيث ان دي بتفرق معايا ولازم احدد للمعمل البرايمري ابارتمنت فين عشان يبدا يعمل عليها السيرفي. ما انا عمري ما بعيني هقدر ان انا احدد الاماونت اوف اندر كات المطلوبه بتاعتي، عمري ما هقدر احدد هي قد ايه او 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 ايه نوع الكلاسب اللي انا هحطه هنا، هل هحط كاستميتر كلاس ولا هحط روت واير ولا هحط فليكسبل كلاس، تمام؟ اللي هو الـ 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 زي الاسيتال او زي النايلون او وات ايفر اي نوع تاني، تمام؟ طب ده بنحدده على اساس ايه؟ بنحدده على اساس السيرفي. طبعا هيبقى الناس هتتضايق مني لو انا قلت لهم ان انتوا لازم يبقى عندكم سيرفيور في العياده، ده اللي هم البروسودونتست. بصراحه انا واحد من الناس شفت القصه دي، ان للاسف وصلت لمرحله ان حتى لقيت ان زمايلنا ما بيعرفوش يشتغلوا عليه قد كده، كله يعمل فيجوال سيرفينج، تلاقيه قام جاي كده وقام ماسك الكاست كده على سبيل المثال ومسك القلم وبعينه كده يقول لك انا بعمل سيرفي، يعني بص شايف اهو السيرفي لاين رسم والدنيا تمام وفله شمعه منوره، تمام؟ فلا طبعا الكلام ده ما ينفعش، الكلام ده ما ينفعش، ده كلام فاضي. طبعا مهم قوي في البارشل يا جماعه واحنا بنشتغل ان احنا نحدد الباص اوف انسرشن والباص اوف ريموفال، عشان كده انتوا بداتوا تبعدوا عن شغل المعمل نتيجه ان انا بشتغل بحط الميتال
بيخش طبعا هو المعمل طبعا بيكحت الانفستمنت كاست وهو بيشتغل وبيكحت الكاست وهو بيشتغل، فبيطلع فريم ورك ما يخشش في بق العيان، فانت طبعا هتدخله بالعافيه، ما هي فلوس بقى وايه، وانت المعمل ومش هينفع يرجع بقى يتعاد، فتعمل ايه انت بقى؟ تقعد تكحت في السنه شويه وتقعد تكحت في الفريم ورك شويه، او تفتح بالبلاير، عزك حلو كمان وانت بتفتح بالبلاير كده يقوم الفريم ورك مكسور، يبقى كده تمام الدنيا بقت زي الفل. تمام، طبعا كل ده كلام فاضي لان ده شغل اتعمل نتيجه شغل معمل سيء اتعمل. فبننصح زمايلنا الفنيين الناس اللي بتشتغل الميتال فريم ورك، ارجوكوا خدوا دوره او خدوا حاجه تدريبيه معينه، واحنا بنعمل الكلام ده بالفعل دلوقتي بنعمله لزمايلنا الفنيين، اللي هي قصه ان انت ازاي تعمل سيرفينج. طيب انا السيرفير ده، هل السيرفير ده غالي؟ لا السيرفير ده مش غالي، شركه رمسيس او في شركه تقريبا مصريه بتعمل دلوقتي السيرفير بيتكلف حوالي 2000 جنيه. فلو انت يعني وحابب ان انت تعمل القصه دي وتسلمه الماستر كاست سيرفيت وعليه ده، انت تبقى راجل يعني والله يعني ارفع لك القبعه يعني. تمام، فانت الموضوع بسيط وسهل، مش هتقدر تعمله، روح المعمل اعمله، المعمل يبقى عنده سيرفير، روح انت كطبيب اسنان اعمله. تمام، طيب حددنا السيرفين، السيرفين وده حاجه مهمه جدا، لازم المعمل انت ارجوك عملت سيرفي، اعمل حاجه للدكتور اسمها سيرفي ريبورت. تمام، يعني ايه؟ يعني انا بحدد له البرايمري ابارتمنتس اللي الدكتور حددها في اللاب، هبدا ان انا اقول على البرايمري ابارتمنت دي والله انا عندي في الباكل سيرفيس بتاعي الاماونت اوف اندر كات اللي موجوده انش او 300 انش او 1 من 100 انش. طب انا هنا انا كلابوراتوري تكنيشن بفضل يا دكتور ان احنا هنعمل في الحاله دي، انا عندي الاندر كات قليله هعمل هنا كاست ميتال كلوز. طب انا هنا لا، انا هنا عندي الاندر كات بقت كبيره قوي يا دكتور، فانا هنا في الحاله دي مش هقدر اعمل الكاست، الكاست هنا يذبح السنه اعمل لها تبين او يبهدل الدنيا خالص. طب هنعمل ايه هنا؟ هنعمل مثلا وليكن الروت واير. طب لا ده انا عندي بقى اندر كات عدت 3 من 100 انش، يبقى انا هنا في الحاله دي لازم اعمل فليكسبل كلاس، وهكذا. يبقى انا ده اهميه السيرفينج عندنا، السيرفيور بالنسبه لي انا هو ده اللي ايه، انت تقدر النهارده احنا ما نقدرش نعيش من غير موبايل من غير انترنت، السيرفيور بالنسبه للبروكسودونتست وبالنسبه لللاب هو ده جهاز انا بعتبره من جهاز. دخلت المعمل بتاعك ما لقيتش السيرفيور ما تشتغلش فيه تركيبات متحركه، ده قولا واحد. حتى لو بتعمل كومبليت دنشر، طب احنا هنحتاجه في كومبليت دنشر فيه يا دكتور؟ لا بنحتاجه، احيانا بيبقى عندنا في اكسسيف اندر كاتس بتبقى موجوده. تمام، فانت لازم تبقى بالذات في الحتت اللي تحت المايلو هايود ريدج في اللينجوال باوتش وفي الاماكن اللي زي كده، او يبقى عندي بايلاتر اندر كات بتبقى في حالات اللي فيه في الماكسيلا بتبقى بروميننت ماكسيلا اول اوفر، بيبقى عندي اندر كات ليبيال وبايلاتر. فانت الاندر كات انت ما ينفعش تخش تتعامل معاها بدون ما تعمل لها حساب. تمام، لو انت خلصت التركيبه بتاعتك بدون ما تعمل حساب للاندر كاتس اللي هي اللي موجوده دي، لا دي هيحصل مشاكل كبيره جدا. اولا ممكن تكتشف ان الطقم مش عايز يخش بق المريض، مش عايز يخشه ليه؟ الفني خلص الطقم بتاعه على الكاست وهو بيطلع بيعمل حاجه اسمها ديفلاسكينج، لازم يكسر الكاست عشان يطلع. طب انت دلوقتي خلاص الطقم دخل في الاندر كات وساعتك جاي تحطه دلوقتي ما لقيتوش ان هو ده راضي يخش بق العيان، هتضطر ان انت تاثر في الفلانجز او تشيل من الفيتنج سيرفيس، طبعا عملت مصيبه كده بوظت كل الشغل اللي انت عملته واللي بيأثر على الريتنشن بتاع الطقم. تمام، فدي حاجه من الحاجات المهمه جدا جدا ان احنا لازم نعملها، لازم ان انا بعمل سيرفينج للكومبليتلي ايدنشلس كاستس والبارشلي ايدنشلس كاستس. دي حاجه يعني انا معلش خدت فيها وقت كبير، بس لان دي حاجه من الحاجات المصيريه اللي لازم انها تتعمل. تمام، طيب نيجي نشوف بعد السيرفينج ايه الحاجات الثانيه المهمه. الريدج كونديشن على سبيل المثال قلناها، هل هو نورمال ولا فلابي ولا فلات ولا فين ولا وايري ولا ان امبلويد؟ دي كلها حاجات من الحاجات المهمه جدا 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 اللي انا لازم اناقشها مع الفن. يعني الواير ريدج ده محتاج يتعمل له ريليف، طب انا هعمل الريليف ده في السبيشال تراي ولا هعمله ديورنج كونستراكشن؟ ده حاجات من الحاجات المهمه جدا برضو اللي احنا بنناقشها في القصه دي. في عندنا بعد كده الميتاليك ريموف كونسيدريشن، ايه لازم بحدده اكوردنج تو السيرفينج بتاع الحاله او السيرفي لاين لوكيشن. تمام، ونوع الميجر كونكتور اللي انا هستخدمه ايه في الحاله دي،
نتيجة القياسات اللي احنا قسناها على القصد بتحدد القصة دي. طيب في عندنا النون ميتال كلاس ديزاين بقى، اللي هو لو انا بستخدم النون ميتال كلاس بدنشر زي الاسيتال او زي النايلون او الكلام ده، بيبقى عندي كلاس ديزاين مختلفه. لحد النهارده في الفليكسيبل دينشرز للاسف ما وصلوش لكلاس ديزاين كونسبت معين، يعني كلاس ديزاين كونسبت بيبقى بيختلف من حاله للتانيه ومن وضع للتاني، ويمكن كل واحد ليه سكول بيحب ديزاين معين بيستخدمه. الشغل ده احنا داخلين فيه ابحاث قريب، وباذن الله هنطلع فيه حاجه كويسه، يعني باذن الله هتفيد زمايلنا في الجزئيه دي. بس مؤقتا احنا عندنا اشكال بتبقى شبه الميتال كلاسبس، عندنا زي مثلا على سبيل المثال السيركمفرنشال ديزاين، وزي في عندنا حاجه اسمها الجاسكت ديزاين، ده زي اللي بيستخدم في الكيو زي لايك بارشال دينشر. في الايكر ديزاين ده زي المعدن. في حاجه جديده اسمها تيشو كلاسب، ده بيبقى جراسبنج البون اندر كاتس اللي موجوده في الحاله. طيب عندنا ايه كمان؟ عندنا في كومباينيشن، يعني ممكن اقدر استخدم كذا كلاس ديزاين من دول مع بعض. انا عارف ان انا طولت عليكم، هو احنا هنخلي دايما ان شاء الله اسبوعيا هيتجدد اللقاء معانا باذن الله، وهيبقى ان شاء الله برضو هنحاول نخليه برضو يعني الساعه 7 برضو ميعاد اتفرج على ماتشات كاس العالم، ما نضايقهمش. تمام. القصه الثانيه ان شاء الله باذن الله هنكمل نفس الموضوع برضو المره الجايه، ولو في اي اسئله في المحاضره الاولانيه هنبداها في اول المحاضره الثانيه باذن الله تعالى. طيب عايزين نشوف، بيبقى فيه المفروض في برضو في الفورم او في الشيت اللي هي بتاعت الكوميونيكيشن ما بيني وما بين المعمل، بيبقى فيه زي جراف او زي درو كده مرسوم لشكل الاسنان، بتلاقيها موجوده. تمام. ممكن غالبا المعمل بيديها لك، دي انت غالبا بتعمل اكس مثلا على الاكستراكت تيس، بتعمل مثلا بتحدد الديزاين، ترسم الديزاين بتاعك بتاع الحاله، شكل الميجر كونكتور اللي هتعمله ايه، الاباطمنتس اللي انت هتستخدمها ايه. باذن الله يا دكتور عمر هنحط الفليكسيبل دينشر باذن الله، هنعمل فيه ان شاء الله يعني باذن الله تعالى سلسله ممكن على مدار شهر، هو مجال كبير شويه وبنديه يعني على الاقل 8 محاضرات، فباذن الله هنحطه برضه ونحاول نختصر وان شاء الله ننزله باذن الله على اللايف قريب باذن الله. دكتوره ريهام عايزين نعرف امتى نعمل الكومبليت دينشر فليكسيبل وامتى اكريل عادي. تمام كان معايا. تمام خلاص. طيب يا دكتوره ريهام هعتذر، يعني انا هجاوبك على السؤال ده دلوقتي، امتى نعمل الكومبليت دينشر فليكسيبل وامتى اعمله عادي؟ تمام. في نقطتين احنا بندور عليها، في حاجه مهمه يا جماعه اللي هي موضوع البيشنت ديزاير، انا المريض بتاعي عايز ايه؟ حاله الانترا اورال كونديشن بتاعت المريض ده ايه؟ المريض ده لو ما عندوش اندر كاتس، هل تفتكروا لو انا عملت له طقم مرن هل ده هيديله اضافه؟ لا مش هيديله اضافه. يبقى انا هنا اندر كاتس ده بيبقى مين انديكيشن ان انا افكر في قصه ان انا اعمل كومبليت دينشر، يبقى في نسبه مرونه عشان يخش الاندر كاتس دي. يبقى انا هنا في الحاله دي اقدر ان انا الدينشر بيس بتاع الماتيريال بتاعتي يبقى فيها فليكسيبل ميموري تو باي باس الاندر كات وترجع للاوريجينال بوزيشن بتاعها تاني. تمام. طيب ايه تاني عندنا من الحاجات المهمه برضو اللي موجوده؟ افرض انا المريض بتاعي ده دايابيتك او عنده مشكله في الميوكوزا او مشكله في البون، عنده سنسيتيفيتي او ما بيقبلش اللي هي الايه المواد الصلبه، يبقى انا هنا في الحاله دي لازم هعمل له لايننج ماتيريال، ممكن من الفلكسيبل ريزم بتتعمل الانواع اللي هي السيرموبلاستيك بوليميسايل اللي هو دوت. حاضر يا دكتور سعيد باذن الله، انا هعمل سيف للمحاضره يا جماعه ويتفرج عليها بعدين، هسيفها ان شاء الله بعد ما نخلص باذن الله تعالى. هنرجع تاني للكومبليت دينشر، نعمله امتى فلكسيبل وازاي؟ ايه الماتيريالز اللي بيتعمل منها؟ عندنا في في نوعين من الماتيريالز اللي بيتعمل بيها كومبليت دينشر فليكسيبل، عندنا في اللي هو السيرموبلاستيك نايلون، ده كومبليت دينشر كله بيتعمل من نايلون، ولازم يكون نوع النايلون ده ما يبقاش شديد المرونه ولا يبقى حتى متوسط المرونه، بيبقى شديد الصلابه. طب وانا هستفيد ايه من نايلون شديد الصلابه ده؟ انا عايز حاجه طريه كده امسكها كده تبقى ايه، تبقى طريه كده واوري للعيان اقول له بص شايف فلوسك ما راحتش هدر اهو، الطقم بتاعك مرن وزي الفل. لا ده ما ينفعش في كومبليت دينشر يا جماعه.
اللي فيجو هيعمل طقم كومبليت بهذا المنظر، بمجرد ما المريض هيستخدمه في فانكشن هيلاقيه بيقع. لازم يكون الطقم فيه ستراكشر ريجيديتي كومبليت دنشر، ما ينفعش اول اوفر. فانا حاليا بفضل، انا شخصيا من خبراتي ومن شغلي، انا عملت عشرات الحالات بصراحه في كومبليت دنشر فليكسبل، فبفضل الكومباينيشن ما بين الهارد اكريليك والفليكسبل اكريليك، ان انا بعمل اجزاء معينه في الطقم ناشفه واجزاء معينه في الطقم طريه. بعمل سيرفينج للكاست بتاعي، كل جزء عندي في كومبليت دنشر اباف السيرفي لاين تمام. لو انا مثلا في ماكسيلري مثلا كاست، اي جزء اباف السيرفي لاين بتاعي ده بعمله فليكسبل، اي جزء تحت بعمله هارد. برضو بقدر اعمل اللايننج ماتيريال كلها على سبيل المثال، ايه الاجزاء، كنا عملنا بوست قريب بالقصه ديت، ايه الاجزاء المعينه اللي بعملها مرنة. اقدر اعمل الليبيا الفلانج او البقل فلانجز على حسب كميه قد ايه من الفلانج، على حسب الاندر كات اللي موجوده في الريدج عندي. عندي البوست داب اريا بعمله من الفلكسبل ريزن، لانه ما بيحصلوش الرابج اللي بيحصل في الاكريل العادي نتيجه الفي شيب ارشز الفي شيب بلت والكلام ده. بالنسبه لللور غالبا الموست كومن اريا اللي احنا بنعمل لها اللي هي منطقه اللينجوال باوتش اريا، لانها دي اللي هي المنطقه اللي تحت المايلو هيدريدج بالكامل، دي كلها بنعملها مرنه. واللايننج برضو بعمل اول اوفر الفيتنج سيرفيس، ممكن اعمل لايننج لير من حوالي من 1 ل 1.5 مللي لو السيكنس بتاع الدنشر بيز عندي تسمح. طيب ده رد سريعا على عليك يا دكتوره في الحته اللي زي كده. طيب هنرجع تاني المحاضره بتاعتنا. احنا بعد ما عملنا الديزاين بتاعنا عايزين نبدا نتكلم بقى عن الدنشر بيز، وده مجال كبير جدا. يهمنا في الدنشر بيز لازم نحدد بعد ما انت سعادتك خدت البايت بتاعتك، من قبل ما تعمل الترايكل لازم تحدد، وانت بعد ما تعمل البايت لازم تحدد للمعمل انت عايز تعمل الطقم بتاعك من ماده ايه، خصوصا في مثلا لو احنا بنتكلم في البيت او برشه الدنشر ماشي. طب ده بيفرق معانا في ايه؟ يفرق معانا ان انا لو هستخدم ماتيريال من ماتيريالز فليكسبل دنشرز مثلا الجديده دي على سبيل المثال، لازم المعمل قبل ما يرص السنان المواد الحقن اللي هي ترمو انجكتبل ماتيريالز زي النايلون والاسيتال مثلا على سبيل المثال، لازم المعمل بيخرم السنان الاول قبل ما بيرصها. طيب افرض انت النهارده ما قلتش للمعمل القصه دي وعمل لك رص السنان وعمل لك القصه دي، وانت جالك وعملت الدراي هنا وديت للمعمل قلت له لا انا عايز الطقم ده يعني هيعمل ايه؟ هو عشان يخرمها او يعمل الحركه الاغبى بقى ان هو يقول لك ان ايه مش مهم التخريم او هخرمها في الفلاسك تمام. طبعا تخريم في الفلاسك ده هيعمل خرم واحد بس ايبيكال كده في السنه، ده اللي هو الخرم المثالي اللي يوقع السنه بمنتهى السهوله تمام. فطبعا لو ده اتعمل ده يبقى الخطا الاكبر، وده انت كنت السبب فيه نتيجه انك ما قلتلوش في الوقت المناسب. او هيعمل ايه؟ هيشيل السنه من على الارتكليتور تمام، وهيبدا ان هو يخرمها ميزيو ديستال وهيخرمها ايبيكال. ده يعني بيعمل بحيث انها تعمل زي حاجه زي فيجر 8 كده تمام، الفلو بتاع المولت الماتيريال بيعمل زي فيجر 8 كده، يمسك السنه في الايه في الدنشر بيز تمام. طيب لو عمل القصه دي هيجي يرجع السنه مكانها، عمرها ما هترجع للاوريجينال بوزيشن المظبوط اللي انت خدت عليه تراي ايه وظبطت فيه الحاجه. فهنغير كده في علاقه الاوكلوجن وعلاقه السنان مع بعضيها. فيفضل ان انت بعد اذنك حدد نوع الدنشر بيز ماتيريال قبل ما وانت بتسلم المريض العيان، قصدي سوري المعمل فني المعمل، بتسلمه البايت بتاعتك حدد له ايه نوع الدنشر بيز ماتيريال اللي انت هتستخدمه. طيب انواع الدنشر بيز ماتيريالز ايه يا جماعه اللي موجوده عندنا؟ في عندنا البولي ميساي ميسا اكريليت على سبيل المثال اللي هو الاكريليك ريزن يعني تمام. في عندنا الهيت كيور طيب، وفي المايكروويف، وفي المايكروويف معلش يا دكتور ايمن انا عندي محاضره دلوقتي هرد عليك بعد ما اخلص. حاضر انا اسف معلش. ال خلاص قلنا انواع الاكريليك ريزن هيت كيور ومايكروويف بولي ميساي ميسا اكريليت، وفي سوفت لاينر بس ده ما يعتبرش دنشر بيز ماتيريال، ده يعتبر لايننج ماتيريال يعني ما ينفعش اعمل بيه فلانج كامله او اعمل بيه دنشر بيز كامله. عندي ايه تاني؟ عندي في الميتاليك ماتيريالز زي ايه؟ زي الكروم كوبلت وزي وات ايفر، هو الكروم كوبلت المشهور اللي احنا بنعمل بيه او كوبلت كروميوم اللي احنا بنعمل بيه تمام، او الميتاليك ميشورز
عندنا في السيرموبلاستيك ماتيريال المشهوره عندنا زي النايلون والاسيتال والسيرموبلاستيك بوليميثايلين ساكريليت، تمام. وممكن ان انا استخدم ديفرنت كومباينيشنز ما بين الماتيريالز دي كلها وبعضيها، يعني اقدر ان انا استخدم مثلا على سبيل المثال ميتال فريم ورك واستخدم معاه فليكسبل دينشر بيس ماتيريال او استخدم معاه فليكسبل كلاسب. الكلام ده المعمل ليس مكشوف عنه الحجاب، لازم ان انت تعمل بلاننج للقصه دي مع المعمل اكوردنج تو الداتا اللي المعمل اداها لك ديورنج السيرفينج، واكوردنج تو الداتا اللي انت خدتها. انا هنا عندي موبيليتي، انا هنا عندي كذا، انا هنا عندي كذا. طبعا حته كده بنأكد عليها ان انا لو عندي موبيليتي في السنان ما ينفعش ان انا احط عليها فليكسبل او الترا فليكسبل كلاسب، تمام؟ على عكس ما الناس بتبقى بتظن، يقول لك انا عندي سنه فيها جريد 1 موبيليتي حط لي عليها مشبك طري عشان ما ايه ما يلخلخهاش. لا خالص، بالعكس، انا لو عندي السنان فيها موبيليتي انا محتاج الديزاين بتاعي يكون ريجيد عشان يعمل لها سبلينتنج. انا محتاج هنا اعمل السنان سبلينتنج، مش محتاج ان انا احط حاجه تكون مرنه او فلكسبل طول ما هي داخله وطول ما هي خارجه بتلخلخ في السنه بتزود الموبيليتي بتاعتي. فارجوكوا الحاجات دي من الحاجات المهمه قوي وانا بعمل بلاننج ان انا احددها بشكل كويس عشان خاطر هتفرق معايا جدا في الشغل بتاعي، تمام. اللي احنا بنحدد على اساسها الدينشور بيز وبيغفل عنها كتير من زمايلنا اللي هي موضوع لون الدينشر بيز المستخدم. كلنا بيهتم بانه يعمل شيت سيلكشن للسنان، بس ما حدش بيهتم انه ياخد لون الدينشر بيز، تمام. فبيعملها اي حاجه زي ما المعمل يجيبها. المعمل عنده اكريل احمر يبقى تبقى الدينشر بيز لونها احمر، المعمل عنده اكريل بامبا تبقى بامبا، المعمل شفاف وشويه مش عارف ايه فيقوم عامل له، لا يعني ده كل ده كلام فاضي. احنا المفروض بناخد، بيبقى عندنا شيت جايد زي ما عندنا شيت جايد للاكريل، بيبقى عند زي ما عندنا شيت جايد سوري للسنان، وبيبقى عندنا كذا شيت جايد للسنان مش شيت واحد. ممكن يبقى عندنا بتاع الفيتا، ممكن يبقى عندنا بتاع الايفوكلار، ممكن يبقى عندنا كذا، بحيث ان انا على حسب السيستم اللي المعمل بيشتغل بيه بورسلين مثلا على سبيل المثال، او في الاجهزه الحديثه اللي هي اللي بتقدر انها الكترونيكيا انها تسجل الشيت جايد. زي ما بنهتم بالقصه دي في الاسنان ارجوكم نهتم بيها بالنسبه للدنشر بيز، لان لما المريض بيبتسم ممكن احيانا السمايل زون بيبان فيها لون الجينجيفا، فما ينفعش لون الجينجيفا يبقى ما هوش ماتشنج مع لون السكين ولون الفيرميليون بوردر ولون الميكوزا بتاعت التشيكس بتاعت المريض، تمام. فارجوكم لازم يبقى في ماتشنج للقصه دي ونختارها، بحيث انها مهم جدا انها تبقى موجوده وتدي على الاقل يبقى عندك 3 4 شيدز بتتكلم المعمل ان هو يعمل لك ازاي. دكتوره اسراء، ازاي بعمل سيرفينج الكومبليت دينشر؟ عادي جدا يا دكتوره، احنا بنبدا السيرفينج على زيرو دلتا، بتحطي الكاست بتاعك على السيرفيل وبتمشي على طبعا غالبا بالنسبه للماكسيلري كاست. انا بيهمني الليبيال، الليبيا الاوت لاين بتاعه من بره او اللي هو الفيشيال اوت لاين بتاعه من بره، بحدد الماكسيمال هايت اوف كونتور بتاع الريدج بتاعه، تمام. بالنسبه لللور غالبا ما بيبقاش فيه اندر كات الا في حتتين، يعني اللي هي الليبيا الانتيريور اريا، تمام، واللينجوال بوستيريور اريا اللي هي منطقه المايلوهايد ريدج. بس انا عايز احدد الخطوط دي فقط لا غير، بحيث ان انا ابقى عارف كميه الاندر كات، وممكن استخدم الاندر كات جيجز بتاعتي في ان انا اقيس الاماونت اوف اندر كات اللي موجوده في حاله الكومبليت دينشر بتاعتي دي قد ايه، بحيث ان انا اقدر اعمل استيميت. هل انا هنا محتاج ان انا استخدم عشان انا قصه دلوقتي بعد ظهور الفليكسبل دينشر بيز ماتيريال، قصه ان انا اعمل ريليف للاندر كات او اني اعمل سيرجري يعني ما بقتش مستحبه، يعني قصه ان انا ادخل مريض يبقى كبير عندي في السن وقصه ان انا ادخله واقول له النهارده انت محتاج ان انت النهارده تعمل سيرجري عشان اشيل لك اندر كات من الريدج، ما بقتش مقبوله قوي للمرضى، وفي بعض المرضى كتير بتمشي عشان القصه دي. فده يعني ايه، انا عارف ان انا طولت عليكم، انا هخلص بس قصه الدينشر بيز وهنقف لحد كده النهارده ونكمل المره الجايه باذن الله، عشان انا عارف ان في ماتش الساعه 8 وان الناس هتسيبنا كتير وتمشي، تمام. احنا عندنا الكالر بتاع الدينشر بيز، ممكن يبقى عندي تيشو كولر وممكن يبقى توس كولر وممكن يبقى ترانسفير. طب انا هعمل الدنشر بيز توس كولر؟ لا، هو موجود عندك في ماتيريالز توس كولر زي الاسيتال، فنخلي بالنا في استخدامها ان انا ما ينفعش اعمل بيها جزء من الفلانج او جزء من الدنشر بيز، ما ينفعش يبقى لونها ابيض،
كأن عظم المريض مكشوف، فده مع حاجه ما تنفعش، ده يبقى ميس سيلكشن للماتيريال في الاستخدام بتاعه. تمام. طبعا الترانسبيرنت ميزته ان هو بيعمل بليندنج لاي كلر بتاع اللثه اللي موجود تحتيه، بس هو فيه عيب، الترانسبيرنت ما ينفعش ان احنا نستخدمه في كومبليت دنشر. دكتور ياسر، في كومبليت دنشر ديجيتال كات كام؟ اه يا دكتور موجود بالفعل، بس ليه نظام معين، ده هنتكلم، هنعمل محاضره ان شاء الله ريسنت ادفانسز وهنتكلم ازاي بنعمل فيه كومبليت دنشر الكات كام ده. هو اي نعم بيبقى مكلف شويه بس موجود، وبيتم قياسه بطريقه معينه، يعني بيتم قياسه من اول، ليه طرق معينه في المقاس، في الامبريشن وفي البايت وفي الجوريليشن ريجستريشن والحاجات دي، بيبقى ليه طرق معينه، فهنتكلم فيه بالتفصيل، نوعدك ان شاء الله في اقرب وقت باذن الله تعالى. عايزين الكالر، وقلنا اللي هو الميس سيلكشن للكالر، كنا وقفنا عند الترانسبيرنت دينشر بيز، معنى كده ان لو زادت الاندر كات ارياز بستخدم فليكسبل احسن. ده في مدرستي انا الشخصيه، انا بفضل ان انا لو زادت عندي الاندر كات، خصوصا لو في مكان ما اقدرش اعمله سيرجيكال ريموفر للدكتور، زي المايلو هيودريتش، هي سيرجيكال احنا بناخدها كموديفيكيشن، بتبقى صعبه جدا، صعب جدا ان انا انزل الاتاتشمنت بتاعه المايلو هيودريتش بتاعتي المور انفيريور ليفل، وابدا ان انا اعمل لها سموثنج للشاربنس بتاعتها والكلام ده. فلا، الحالات دي بنستخدم الفليكسبل دينشر بيس. برضو عندي لما يكون عندي في بايلاترال ماكسيلري اندر كاتس او ماكسيلري تيبروستي، ببعد عن الريليف خالص، او ان انا اعمل شورت بوردر. في الحالات دي استخدامك طبعا للكومباينيشن ما بين الهارد اكريليك والفليكسبل اكريليك بيحل المشكله تماما. تمام. طيب نرجع تاني للترانسبيرنت دينشر بيس، مشكلتها ايه؟ هي بتعمل بليندنج لاي حاجه، حتى لو انا بستخدمها فليكسبل، لو انا حطيتها على السنه هتعكس لون السنه فمش هتعمل مشكله اساتكس، لو انا حطيتها على الميكوزا هتعكس لون الميكوزا، بتعمل بليندنج للميكوزا فمش هيحصل مشكله. طيب يبقى انا هنا مشكلتها ايه؟ مشكلتها لو انا عندي لو انا، فهنا هتبقى الدينشر بيس بتاعتي عامله زي الازاز، فلما المريض هيجي يبتسم هتبان الروتس بتاعت السنان بتديني شكل مش حلو، وهيبان جزء بلاك موجود فوق السنان مباشره، فدي بتبقى حاجه سيئه جدا جدا في الشكل. فهنا في الحالات دي لازم استخدم كلر، فمش شرط دايما ان الترانسبيرنت افضل. انا عندي في قلنا اللي هي الجينجيفال كلر بدرجتها، وفي عندي الترانسبيرنت وكل حاجه بستخدمها في المعمل. بقى دي الحته اللي هي الفيصليه اللي في الاخر، اقول للمعمل انا في الحاله دي انا عندي فلات ريدج يبقى انا لازم هستخدم توس كلر، ارجوك ما تعمليش الترانسبيرنت. تمام. او انا في الحالة دي أنا محتاج اللون الفلاني أو اللون كذا، أو محتاج بينك فاتح أو محتاج أحمر أو محتاج في حاجة فيها بلاد فيسلز أو كده، على حسب. ولازم يبقى في ماتشنج ما بين اللون بتاعها زي ما قلنا والسكين تون بتاعة المريض. تمام؟ طيب آخر حاجة بقى في الدينشر بيز عايزين نتكلم عنها، ديجري أوف فلكسبيليتي، هل هنستخدمها هاي ولا ميديوم ولا لو؟ ده طبعًا في حالة لو أنا هستخدم سيرموبلاستيك ريزن، دي بتفرق معانا في حاجتين. في كلاسب ديزاين انا بعمل على السنه، هل السنه بتاعتي دي هحط عليها الكلاسب ده؟ الكلاسب ده انا عندي مثلا على سبيل المثال في النايلون عندي ثلاث درجات من المرونه، عندي مرونه عاليه هاي فلكسبيليتي، وعندي ميديوم فلكسبيليتي، وعندي في نوع من انواع النايلون بيبقى ريجيد. تمام. طب انا هستخدم انهي نوع من الثلاثه دول وهحدد على اساس ايه؟ برضو عندي بالنسبه للريدج على حسب الاندر كات اللي موجوده عندي في الالفيولار ريدج، انا هستخدم انهي نوع من النايلون في هذه القصه، ودي حاجه مهمه جدا. طيب هنقول على اساس ايه؟ في كونسبت جديد، احنا اتكلمنا عن السيرفينج في اول الليكتشر بتاعتنا، في كونسبت جديد في السيرفينج اسمه السيرفي زون. تمام. ده ظهر في استخدامات الفلكسبل كلاسبس. تمام. بانه بدا ان هو يحط الكلاسب بوزيشن بتاعه، بدل ما كنا احنا مثلا في الكاست ميتال على سبيل المثال بندخل التيب بس بتاعت الكلاسب بتاعتي اللي هي بتبقى حوالي ربع او خمس الكلاسب تقريبا، بيبقى هو بس اللي بيبقى اندر السيرفي لاين. تمام. لا انا هنا عندي في الفلكسبل كلاسب تقريبا بدخل الريتنتيف ارم كله بالكامل تحت السيرفي لاين. المنطقه اللي هي بتبقى ما بين من 2 ل 3 مللي جنجيفال مارجن فوق الجنجيفال مارجن والسيرفي لاين، دي بقى عندي كونسبت جديد اسمه السيرفي زون. المنطقه دي اقدر
احط فيها الكلاسب بتاعي من فوق لتحت زي ما انا عايز according to the amount of retention required للحاله بتاعتي، تمام؟ فبقدر ان انا اتحكم في الاماونت اوف ريتنشن اللي انا عايزها اكوردنج تو القصه دي. طيب لون الكلاس بتاعي، هاو تو سيلكت الكلر بتاع الكلاس، هل اعمله ابيض توس كلر ولا اعمله ميوكوزال او جينجيفال كلر ولا اعمله ترانسبيرنت، ده بحدده على اساس ايه؟ على اساس الليفل بتاع السيرفي لاين بتاعي. لو انا الليفل بتاع السيرفي لاين بتاعي موجود في الاوكلوزال 1 ثيرد ومش هقدر ان انا اعمل موديفيكيشن للتوس كونتورز واقدر ان انا انزله ان مور جينجفال ليفل، يبقى انا هنا في الحاله دي هضطر ان انا اعمله توس كلر لانه هو هيبقى قريب من الاوكلوزال سيرفيس او الانسايزال سيرفيس بتاع السنه، ففي هنا في الحاله دي هضطر ان انا اعمل توس كلر ماتيريال بحيث انها هيبقى ما يبقاش باين، او اعمله ترانسبيرنت في الحاله دي، تمام؟ طيب لو انا السيرفي لاين بتاعي ان مو جينجفال ليفل او هحطه على جزء اكسبوزد من الروت، يبقى انا هنا في الحاله دي يفضل ان انا اعمل جينجفال كلاسب او جينجفال كلر كلاسب. ليه؟ لانه هنا في الحاله دي هيبقى اكتس از كوزموتيك كلاسب او كوزموتيك ستانت، عارفين كوزموتيك ستانت اللي احنا بنعملها في التركيبات ان احنا بنغطي الروت بتاعنا دينشر بيس ماتيريال بحيث ان هو يدي الشكل الطبيعي بتاع الجينجفال مارجن والجينجفال بتاعتها، تمام؟ يبقى احنا كده النهارده اتكلمنا بشكل كافي. لازم ان انا النهارده بالنسبه للدنشر بيز احدد نوع الماتيريال ايه للتكنيشن، احدد له هل انا محتاج كومباينيشن ولا مش محتاج، احدد الكالر بتاعه الدنشر بيز ماتيريال، الكالر بتاعه الكلاس، الديجري اوف فلكسبيليتي بتاعه الكلاس بايه هي، وهل انا محتاج اعمل ديفرنت ديجري اوف فلكسبيليتي ولا لا. يعني انا اقدر زي ما قلنا في الكومبليت دنشر اقدر اعمل ديفرنت ديجريز اوف فلكسبيليتي، اقدر اعمل كل جزء في الطقم بمرونه معينه عن طريق المالتيبل باكينج تكنيك اللي انا بعمله جوه الفلاسك. احنا النهارده انا سعدت جدا بوجودكم معايا النهارده، وشكرا جزيلا لكل اللي تابعونا النهارده، وهنسيب الفيديو بحيث اللي عايز يتابع ان شاء الله. نتلقى اسئلتكم المره الجايه ان شاء الله، نتلقى اسئلتكم اي وقت عن طريق الواتساب او عن طريق الرسائل هنا على الحساب بتاعنا هنا على الفيسبوك. وشكرا جزيلا لكم، ونلتقي ان شاء الله الجمعه القادمه لو عشنا وكان لنا عمر باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.